كنت كلمتكم في الاجتماعات الماضية عن بعض وسائط النعمة، واتكلمنا عن التأمل، واتكلمنا عن محاسبة النفس، واتكلمنا عن التدريب الروحية. وأريد أن أكلمكم اليوم عن الفكر السليم. الفكر، كل إنسان فكره بيشتغل، عقلك مكنة دائمة العمل، ما توقفش أبدا. إن لم تشغلها في الخير يشتغل في الشر، لكن فكر مستمر مستمر. والإنسان الروحي فكره يشتغل في الروحيات، والإنسان العادي فكره بيشتغل في الأمور العادية، والإنسان الخاطي فكره بيشتغل في الخطية، لكن لابد الفكر بيشتغل حسب المادة التي تعطيها للفكر بيشتغل. فما هي أبواب الفكر؟ أبواب الفكر هي القراءة والسماع والحواس. القراءة والسماع والحواس. ممكن القراءة تكون واسطة روحية، وممكن السماعات تكون واسطة روحية، وممكن الحواس تكون واسطة روحية إذا أحسن استخدامها. يعني مثلا الحواس ممكن تكون واسطة روحية. الناس بيستفيدوا دروس من النظر. إنسان ينظر إلى أيقونة تؤثر فيه تأثيرا كبيرا يمكن أكتر من عظم. إنسان يرى صورة دينية تؤثر فيه جايز أكتر من عظم. يقال إن غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي، لما زار فرنسا وقف أمام صورة يسوع المصلوب وبكى. أثرت فيه. ولهذا الكنيسة بتضع الأيقونات كواسطة روحية، واسطة روحية. الإنسان ينظر إلى صورة القديس ويتأمل ويفتكر حياته ويتأثر، ويفتكر معجزاته ويتأثر، ويفتكر آلامه ويتأثر. الحواس بتجيب أفكار، بتجيب أفكار روحية، والأفكار بتجيب مشاعر. حاسة الشم مثلا، البخور في الكنيسة له تأثير. الطفل الصغير لا يعرف أن يفكر كثيرا، لكن يتأثر بالحواس، يتأثر بالبخور وارتفاعه إلى فوق ورائحته الزكية، يتأثر بملابس الكاهن وتحركاته في الكنيسة، يتذكر أشياء نتيجة الحواس ويفكر فيها، يتأثر لو أبوه راح معاه وسجد على الأرض وبص لأبوه بيسجد يروح سجد زيه، بيتأثر. الحواس بتدخل أفكار كله. شوف، القراءة، السماع، الحواس أبواب للفكر، توصل للفكر، والفكر يوصل للقلب ويوصل للمشاعر والعواطف، والمشاعر والعواطف تأثر على الإرادة، والإرادة توصل للعمل، يبقى ماشيين مع بعض.
اوعى تقول ما بتتأثرش، انت بتتأثر شعرت او لم تشعر. ما تقرأه يؤثر فيك، ليس فقط يؤثر في عقلك الواعي، انما ايضا يؤثر في عقلك الباطن، في الباك هيد، يؤثر في عقلك الباطن في السب كونشس. تلاقي اشياء دخلت في عقلك الباطن وظهرت في احلام، في افكار، في ظنون، نتيجة ما تقرأه. ما تقرأه ايضا بيغرس في نفسك بعض القيم والمبادئ والمعتقدات، بعض القيم والمبادئ والمعتقدات نتيجة اللي بتقراه. فعلى حسب ما تقرأ شخصيتك بتتكون، على حسب ما تقرأ شخصيتك بتتكون. لذلك ما تقرأه له خطورة كبيرة، وبالمثل ما تسمعه يؤثر على تصرفاتك وعلى سلوكياتك. ده في امرأة ممكن تقعد قصاد التلفزيون وتشوف فيلم راجل بيخون زوجته وبيغيب وهو بيعمل ويسوي، تقول ايوه اهو الراجل هو بيعمل كده، وتبص تلاقي عملية اسقاط واللي شافته في التلفزيون لبسته في شخصيته، ويجي الراجل متأخر من البيت تقول له اه كنت فين، تحاسبه على الفيلم. لا بصحيح ده بيحصل. يعني ما رأته بعينيها وما ما رأته بعينيها وما سمعته بأذنيها دخل إلى فكرها وكون عندها أفكار وكون عندها ظنون وكون عندها شكوك وربما كون عندها مشاعر، والمشاعر ظهرت في التصرفات وفي السلوكيات. الإنسان كله بيتجاوب مع بعضه. إيه يعني يؤثر في القيم مثلا؟ يعني إيه يؤثر في القيم؟ يعني هات ولد في بلاد الغرب، في أمريكا مثلا أو في إنجلترا، يقرأ كتاب عن الحرية، يقول أنا حر، أبويا ده له التنبيه له الإرشاد لكن لا يرغمني على شيء، أنا أتصرف زي ما عايز. تلاقي بدأ تتكون عنده قيم معينة من ناحية الحرية. إنسان تاني يقرأ عن التسليم، عن الخضوع، عن الطاعة، عن الاتضاع، تتكون عنده قيم أخرى. إنسان يقرأ عن الحماس والغيرة والعمل والشدة، تتكون عنده قيم أخرى. على حسب ما تقرأ وتتأثر بتتكون شخصيتك، على حسب ما بتسمع وتشوف تتأثر شخصيتك. سواء ما قرأته أو رأيته كان في كتاب أو كان في منظر أو كان في واقع محسوس. يعني واحد يكون واقف كده بيتفرج يلاقي مناقشة بين والده وأخوه الكبير، والده بيقول لأخوه الكبير كلمة، فأخوه الكبير يقول له أنا يا بابا ما أقدرش أوافقك على الكلام ده، يروح حاططه في مخه. بعد كده يقول لا اذا الواحد حر، يوافق ابوه او لا يوافق، يجي ابوه يكلمه كلمه يقول يا بابا انا ما اقدرش اوافق على الكلام ده، دخلت لقط اتطبعت في الذاكره، اتطبعت في العقل الباطن، دخلت في التصرف، عملت فيه. القراءه عموما توسع الفكر، توسع المدارك، تزود المعارف، بتدي الإنسان شيئا جديدا لم يكن عنده.
على رأي واحد قال ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، بياخد حاجات يضيفها لذاته. تنشط العقل وتؤثر على الروح. اقراء القديس أوغسطينوس لما قرأ حياة القديس أنطونيوس الكبير تأثر جدا، وهذه القراءة قادته إلى التوبة. كتير من الناس بيقروا سير القديسين يتأثرون بحياتهم وربما يسلكون في نفس السيرة. الإنسان بيتأثر بما يقرأ ويتأثر بما يسمع. القراءة بتعطي الإنسان نوعا من النمو والنضوج في عقليته وفي فكره. نمو ونضوج في عقليته وفي فكره. لذلك دلوقتي تغيرت صفات مراحل السن بتاعت زمان. زمان كانوا يقولوا الطفولة المبكرة لسن كذا، الطفولة المتأخرة، الصبوة، الفتوة، الشباب. اتغيرت، بتلاقي عيل قد كده وفهم الدنيا دي كلها وما تقدرش يعني تقول انه مش فاهم، يبصلك كده والواد عارف كل حاجة. لذلك الاباء والامهات لازم يحترسوا الاطفال، ساعات يغلطوا ويفتكروا العيال مش واخدين بالهم، هم فاهمين كله، فاهمين ان في خلاف موجود، فاهمين ان في عتاب، فاهمين ان في تزعيل، فاهمين في ان الاسلوب بيخاطبوا بيه، فاهم كل حاجة. الولد السن اتغيرت، ما بقتش الحكم بتاع زمان، لأن وسائل الإعلام والراديو والتلفزيون والمطبوعات ومكتبات الأطفال والقراءات الدنيا اتغيرت خالص. العيل الصغير اللي قد كده وبيشتغل على الكمبيوتر ده هتقول له أنت عيل بتاع زمان؟ لا، عيل دي راحت. الدنيا اتغيرت، ما بقتش زي الأول. القراءة، القراءة بتؤثر على الفكر، تؤثر على المعلومات، على النمو، على النضوج، على العقل، على القلب. بتجعل الإنسان في مستوى أعلى من جهة المعرفة. لكن المهم اللي احنا نقوله، أي نوع من المعرفة الإنسان بياخدها وأي نوع من القراءة هو بيقراها وكيف يقرأ. في معرفة عالمية بأمور الدنيا، وفي معرفة روحية، وفي معرفة إلهية، وفي معرفة عقائدية، وفي معرفة علمية. مش كل أنواع المعرفة، المهم ما نوع المعرفة التي تأخذها، ما نوع الغذاء الذي تقدمه لعقلك. المعرفة بتنقذ عقلك من الفراغ. هاتوا امرأة لا تقرأ تلاقي فيه فراغ في مخها، ما تتكلمش غير على الطبيخ والزيارات وأحاديث تافهة. إذا قرأت تكون في مادة دسمة قوية تتكلم عنها، مادة للكلام، مادة للحوار، يقول لك دي امرأة مثقفة، درس تقعد معاها تشعر انها مالية الموقف، تتكلم في اي موضوع تفهم، خارج عن التدبير المنزلي. ولذلك احنا بنشجع تعليم المرأة لكي تخرج من الدائرة الضيقة بتاعت التدبير المنزلي وتبقى امرأة مثقفة تتكلم في اي موضوع، زوجها ما يشعرش
بانه في حاجه الى اصدقاء يقعد معاهم على القهوه، لان مراته بتقرا وبتفهم، ولما بيقعد معاها بيشعر بمتعه الجلوس معاها ومتعه المعلومات التي تقدمها وطريقه الحوار والمناقشه والفكر والذكاء. مش هقول بقت راجل، لا بقت يعني امراه مثقفه. ففي انواع قراءات كثيره على حسب نوع قراءاتك تتكون شخصيتك. في انسان يقرا كتير في كتب عقائديه يبقى عنده الرغبه في الحوار اللاهوتي، انسان يقرا في كتب روحيه بتاثر على حياته من جوه، انسان بيقرا في كتب نسكيه بتديله فكره عن حياه النسك، انسان بيقرا في سير قديسين، انسان قراءاته في الجرائد والمجلات تبص تلاقي كل ما يناقش فيه هو الموضوعات السياسيه والاجتماعيه والاحداث اليوميه. على حسب قراءته بتتكون شخصيته. فرق بينك تقعد مع واحد يقول لك ما ادريتش مش حصل كذا وكذا وكذا ويجيب لك اخبار الجورنال، وفرق بين انك تقعد مع واحد يكلمك في الفضيله، في الروحيات، في الخير، في اقوال الاباء، تشعر بانه انسان من نوع خاص. القراءه بتشكل شخصيته. القراءه بتعمل ايه؟ بتشكل شخصيته. في انسان بيقرا في كتب الفلسفه وبتشكل شخصيته وتشكل معارفه. في انسان بيقرا في كتب الالحاد والشيوعيه تجيب له شكوك وتجيب له ظنون، وتبص تلاقي عقليته اتغيرت على حسب قراءته، شخصيته تكونت. لذلك كانت الكنيسه تحرم كتب الهراطقة، يعني مش تحرم الهراطقة بس وتحرم كتبهم أيضا حتى لا يتأثر الناس بقراءتهم. وكانت الكنيسة أيضا تحرم كتب السحر. تقرأ في سفر أعمال الرسل تلاقي أنهم كانوا بيحرقوا كتب السحر. ليه؟ لأنها تؤثر على الناس. في انواع من المعرفة الخاطئة، يعني مش كل معرفة مظبوط، في معرفة خاطئة. هذه المعرفة الخاطئة هي التي قال عنها الحكيم: الذي يزداد علما يزداد غما. مش كل العلم، يقصد العلم الخاطئ، العلم الذي اتهم به بولس الرسول ظلما وقيل له كثرة الكتب حولتك الى الهزيان يا بولس. في ناس كتير، طبعا بولس كان مظلوم فدي، في ناس كتير كثرة الكتب حولتهم الى الهزيان. اوعى تقول انك ما بتتأثرش بما تقرأ، اوعى تقول ما بتتأثرش بما تقرأ. ده عقلية جبارة في الكنيسة، من أعظم العقليات التي عرفها التاريخ الكنسي، عقلية أوريجانوس. تأثر بما يقرأ، تأثر بالأفلاطونية وبالأفلاطونية الحديثة نيو بلاتونيزم، اتأثر في حديثه عن الأرواح، اتأثر في حديثه عن الملائكة والشياطين، عن النفس، لدرجة الكنيسة حرمته ومجامع حرمته. ليه؟ تأثر بما يقرأ، تأثر بما يقرأ. لهذا هناك أسلوب في القراءة والسماع.
بعض نصائح ليك فيما تقرأ. إذا قرأت اقرأ بفهم، اقرأ بفهم، وافحص كل ما تقرأ، افحصوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، تمسكوا بالأفضل. الكتاب بيقول امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح، امتحنوا الأرواح ولا تصدقوا كل روح. اقرأ وافهم وادرس. وكما قلت للبعض، ربنا اداك ودنين عشان تسمع الرأي من هنا وتسمع غيره من هنا، ووسط الودنين دول العقل انه يوزن الحكاية قبل ما اللي في ودانك يخش في عقلك وينزل لقلبك ويصل الى ارادتك. اقرأ افهم ادرس افحص. عيب الكثيرين انهم بسرعة يقتنعون بكل ما يقرؤون كما لو كان من المسلمات، او يثقون ثقة لا نهائية ببعض الناس فيأخذون كلامهم كحجة مسلمة دون فحص دون فكر. ما الكلام يخش لودانه وما يوصلش وعقله ما يحكمش، بل بالعكس الكلام اللي يخش ودانه هو اللي بيحكم على عقله مش عقله اللي بيحكم عليه. انا عايز غير كده، عايز الكلام يخش في ودانك وعقلك هو اللي يحكم، مش الكلام اللي تاخده في ودانك يتحول الى عقيدة في عقلك. لا، خليك كده انسان موزون بيوزن الكلام، وازن وموزون. انت انسان موزون وبتوزن الكلام، ولا تقبل الا الكلام الموزون اللي زيك. اجل الاقتناع لغاية لما تدرس وتفحص. واذا اقتنعت بشيء لا تسارع بنشره على الاخرين، اعطه فكرة فرصة في ذهنك. انا بتعجبني الدواجن اللي ياخدوا البيض تحتيهم ويدوله فترة من الاحتضان لغاية لما يفرخ. خد الفكرة احتضنها في ذهنك، اديها فرصة على بال ما تفرخ. لكن تاخد وتقتنع وتنشر وتدافع كده بسرعة، اوزن. وإلا كنت زي اللي بيقول عنه الشاعر عقله في أذنيه. لا، انت خلي عقلك رقيبا على أذنيك، مش يبقى عقلك في أذنيك، عقلك يبقى رقيب على أذنيك. نصيحة أخرى، لا تعجب بكل جديد تقرأ. جايز الجديد يكون خاطئ، جايز الجديد يكون بدعة. ويعني ايه بدعة؟ واحد بيبتدع شيء، يعني بيجيب شيء جديد. بعض الناس يظنون انهم لما يلغوا المفهوم السائد ويقدمون مفهوما جديدا انهم اصبحوا يفهمون اكثر من الغير، والكل خطأ وهم اللي مظبوط. لا يا حبيبي، كل شيء جديد فكر فيه كويس جدا. كنيستنا كنيسة تقليدية. تقليدية يعني ايه؟ يعني تحافظ على القديم تماما. يقول لك لا تنقل التخم القديم كما يقول الكتاب المقدس، حافظ. ونقبل من الجديد ما لا يتعارض مع المسلمات الأولى القديمة. اقرأ بعقل،
لكن واحد يقرأ وأول كلمة ياخدها يعتنقها وينفذها ويمشيها وينشرها ده يبقى سطحي في قراءتك. لا تكن سطحيا في قراءتك، إنما اقرأ بعمق وبعقل. القديس الأنبا أنطونيوس يقول لا تعمل شيئا إلا ولك عليه شاهد من الكتب. ما تقرأ كلام شوف لك شاهد عليه من الكتب، ولا يقصد الكتب المقدسة يعني. لذلك الإنسان اللي دارس الكتاب المقدس دراسة كويسة يقدر يحكم بالضبط على الفكر ده يختلف مع كلام الله ولا لا، ده يتفق مع الكتب المقدسة ولا لا. زي ما قال بولس لتلميذه تيموثاوس، وأنت منذ الطفولية لتقرأ الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك، يعني تعطيك الحكمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. اقرأ بحكمة، احترس من في قراءاتك واحترس في سماعاتك. وانت فكركم الارساليات الاجنبية اللي ضيعت الكنيسة، انت جتي بتيجي وبتوعظ وبتتكلم والناس يقول يا سلام كلام حلو، كلام ربنا، كلام ربنا. ولك مش كله من الانجيل، ما احنا بنوعظ من الانجيل. الله صح، كله من الانجيل، لكن في فرق بين الانجيل وتفسير الانجيل، في فرق بين الانجيل والفهم الخاص للانجيل. لكن واحد يقول له اهي آية اهي آية آية، تقول يا اخي ده جاب آية. تتذكروا ان انا قلت لكم كتير عن خطورة الآية الواحدة. جايز واحد يجيب لك آية وفي آيات تانية وتالتة ورابعة تتحط جنبيها من هذا المجموع تتكون الحقيقة. واحد يقول لك مكتوب، تقول له ومكتوب ايضا، زي ما المسيح رد في التجربة على الجبل قال له مكتوب، قال له ومكتوب ايضا. واحد يجيب لك آية قول له ومكتوب ايضا، تحط دي جنب دي الاثنين يوزنوا بعض. احترس فيما تسمعه وفيما تقرأه. القراءات يحتاج الإنسان إنه يتخير ما يقرأه كما يتخير ما يسمعه، ويتخير أيضا يختار يعني الأصدقاء اللي ممكن يسمع منهم. لأن جايز واحد يقول لك كلام وتتأثر بيه وما تقدرش تقول ما بتأثرش، زي ما بتتأثر بالقراءة بتتأثر بالسماع. وعلى رأي المثل يقول لك الزن في الودان، فاحترس من الزن في الودان. ده حتى من صفات الأسقف يقول لك لا يكن الأسقف سماعا، يعني ما يكونش ودني، مش اي كلمة تجيله ينفذها، ومش اول رأي يجيله ينفذه، ياخد كل الكلام يسمع وينفذ الصح. لا يكن سماعا، وانت ايضا لا تكن سماعا. وفي السماع لازم تاخد بالك كويس اوي، زمان وانا صغير افتكر الحكاية دي ربما من اكتر من 50 سنة، كنت صبي صغير وكنت اقرأ، فقريت كتاب اسمه قادة الفكر لطه حسين
كان عمري 11 سنة أعتقد، أو 11، كنت أقرأ كتير، كانش عندي وقت للعب ولا فرصة للعب، فكنت لعبتي هي الكتب. في كتاب قادة الفكر ده طه حسين اتكلم كلام حلو جدا، قال في وقت من الأوقات كانوا الشعراء هم قادة الفكر، ولذلك كان واحد يقول كما قال الشاعر، يعني خلاص استعان بحجة، وكان الشاعر اللي بيضرب على الربابة كده ويقول كلام الناس يمشي بيه على طول. في وقت من الأوقات كان قادة الفكر الفلاسفة، في وقت من الأوقات كان قادة الفكر رجال الدين، في وقت من الأوقات كان قادة الفكر العلماء، ده دلوقتي يمكن من قادة الفكر النجوم بتوع السينما يقول لك كلمة يقول لك فلان قال، أو مغني من المغنيات قالت كلمة يقول لك ده قال، ويمشوا بيها كما لو كانت آية. أنت خلي فكرك على مستوى، خلي فكرك إيه؟ على مستوى. أول ما يقود فكرك هو كلام الله. أول ما يقود فكرك هو إيه؟ هو كلام الله. اشبع من الكتب المقدسة. اروي بها نفسك وفكرك وقلبك ومشاعرك ليكن كلام الله ليس في ذهنك فقط انما في كل حياتك يصبح روح وحياة. السماعات، انت بتسمع في اجتماعات دينية واجتماعات غير دينية، وبتسمع من اصدقاء ومن معارف ومن أقارب، وتسمع من وسائل الإعلام من الراديو من الفيديو من التلفزيون، وتسمع أنواع وأشكال، وبتسمع موسيقى، والموسيقى تؤثر في النفس جايز أحيانا أكثر من العظات وأكثر من القراءات. ولذلك الكنيسة فيها موسيقى، فيها أغاني روحية، فيها تراتيل وألحان وتؤثر. تلاقي ناس ماشيين في جناز وقاعدين يقولوا أجيوس الحزيني أو أريب أميغي، يمكن تلاقي ناس بيبكوا من اللحن، وجايز هو مش عارف التفسير بالضبط ومش عارف القبطي ولا اليوناني، لكن بيتأثر بالموسيقى. فخلي بالك أيضا من التأثيرات بتاعة الألحان فيك. ناس يجيبوا كلام كويس جدا في الترتيلة لكن يخلوا النغمة نغمة عالمية، ياخدوها من غنيوة، تؤثر الموسيقى فيهم وتختفي الألفاظ الكويسة وتبقى يبقى تأثير الموسيقى. السماع بيؤثر، بيؤثر كتير. جايز انت بتتأثر بنصيحة، جايز بتتأثر بعتاب، جايز تتأثر بنكتة، جايز تتأثر بكلمة مديح، جايز تتأثر بكلمة ذم، جايز تتأثر بكلمة إغراء للسيد كده مفصل إغراء. اهتم بالسماعات التي تبني، اهتم بالسماعات التي تبنيك. إن كان أصدقائك بتتأثر بيهم اختار الأصدقاء الكويسين، ما تقولش ما بتأثرش، تتأثر. شوفوا، أول خطية في العالم، أول خطية بشرية في العالم، لأن أول خطية في العالم خطية الشيطان كانت خطية قلب، أول خطية بشرية في العالم كان سببها إيه؟ السماع. حواء سمعت كلمة من الحية لخبطت مخها. توجد حيات كثيرات تسعى على الأرض، خلي بالكم، وبتقول كلام برضه، وبتتأثر منها حواء وبتأثر آدم، حاجات كتير، خطيات سماع كتير. إيزابيل
قالت كلام لأخاب فقتل نابوت اليزرعيل. سمع بيضيع، ولأن احنا بنخاف من خطايا السماع بنصلي ونقول بدد يا رب مشورتهم كما بددت مشورة أخي توفل. ما مشورة أخي توفل؟ مشورة سماع. أخي توفل ده إنسان له عقل وذكاء بيستخدمه في الشر. طبعا في سماع مفيد وفي سماع ضار، والكلمة اللي بتسمعها ما تفتكرش انها بتعبر، جايز الكلمة اللي بتسمعها تخش ودانك وتروح معاك وتخش معاك البيت وتنام معاك وتصحى الكلمة، وجايز تفتكر ان الكلمة دي انت ما لم تعطيها انتباها على الاطلاق ويمر اسبوع اسبوعين وتحصل حادثة تروح فاكر الكلمة تقول اه هاي الكلمة اللي سمعتها زمان. اذا كان السماعات ممكن تضر وممكن تكون وسائل روحية اختار ما تسمعه. الكتاب يقول بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. الكنيسة بتديك السماعات في العظات في الصلوات في القداديس في القراءات المقدسة، وبتديك القراءات المظبوطة، وبتديك الحواس، فتجد في الكنيسة كل الوسائط الروحية التي تغذي الفكر والعقل والشعور والقلب: السماع، القراءة، الحواس، كله موجود في الكنيسة. في البيت، يا ريت في البيت وفي تربية أولادك تسأل نفسك ماذا يسمعون وماذا يقرؤون وإيه حواسهم بتنشغل في إيه. هل بيتك فيه صور دينية متعلقة على الحيطان؟ هل بيتك فيه كاسيتات فيها عظات فيها ترانيم فيها قداسات فيها كلام حلو بتاع ربنا؟ هل الكلام اللي بيتسمع في البيت كلام مظبوط مش مظبوط؟ اتكلم عن نفسك واتكلم عن اولادك ايضا. تعرفوا ان السماعات لها تأثير اخطر من هذا. في حاجة يسموها غسيل مخ. غسيل ايه؟ مخ. واحد ياخدوه كده ويقعدوه ويبعدوه عن اجواء معينة، وهذا غسيل في مخه لغاية لما مخه ياخد اول فم وتاني فم وتالت فم ويطلع مخ جديد غير المخ الاولاني. زي ما قال الشاعر: قد صادفوا أذنا صغواء لينة فأسمعوها الذي لم يسمعوا أحدا. أذن صغواء لينة صب فيها لغاية لما الأذن تتملي على الآخر. العقل يجي يحتاج الكلام اللي يقوله العقل يتغسل ويتنظف العقل منه، يعترض على كلمة تتغسل لغاية لما تلاقي الواحد خارج من عملية غسل المخ بمخ تاني خالص خالص خالص. هو فكركم الشيوعية لما وقفت ضد الدين ما عملتش غسيل مخ للشعوب في تلك الأيام وحولت الناس من الإيمان إلى الإلحاد؟ غسيل مخ. آخر حاجة عايز أقولها لكم في الموضوع ده أغراض القراءة وأغراض السماع. في أغراض كتيرة. في إنسان بيقرأ لمجرد المعرفة، يقول لك غاوي المعرفة. وفي إنسان بيقرأ للبحث عن الحقيقة. وفي إنسان بيقرأ للجدل والمناقشة.
في انسان بيقرأ للدراسة، للدراسة للبحث، في تلميذ بيقرأ للامتحانات، في انسان يقرأ للتسلية والمتعة وقضاء الوقت، يقرأ قصة، يقرأ نكتة، يقرأ حكاية، تسلية، عنده وقت زايد مش عارف ايه. في انسان بيقرأ لمجرد قتل الوقت، يسميه قتل الوقت او قضاء الوقت. انسان بيقرأ لكي يهرب من الفراغ اللي عنده. في انسان بيقرأ ليهرب من مشكلة، تعبه مشكلة فيقرأ عشان يتوه فكره، او تعبه فكر فيستبدل الفكر بفكر، او تعبه شهوة فيقرأ عشان فكره بدل ما يبقى محصور في الشهوة يبقى محصور في الحاجة اللي بيقرأها. ولذلك القراءة احيانا تكون علاج للشهوات، على شرط ان تكون عميقة، والقراءة اعمق من الشهوة، والقراءة اعمق من الفكر اللي بيحارب. يعني لو جبت قراءة خفيفة مش هتنفع، لازم قراءة تكون عميقة. في انسان بيقرأ لتحقيق شهوة معينة، شهوة تحاربه، فيقرأ الكلام اللي يغذي هذه الشهوة، نوع من الاشباع الرخيص الخاطئ. في انسان بيقرأ لكي يرد على شكوك تحاربه. في انسان بيقرأ للروحيات، للتأمل، للتدرب، للتطبيق. في انسان بيقرأ لغذاء الروح، زي ما بيقول السيد المسيح، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهو بيغذي روحه بما يقرأه. في انسان بيقرأ للتدرب على الذكاء، مش على المعرفة، على الذكاء، زي اللي بيقرأ الغاز او كلمات متقاطعة، اللي بيدرب نفسه على الذكاء. في انسان بيقرأ للعلم، للافتخار، يكون عالم وشخص كبير والعلم ينفخ ويتعالى على الناس ويوري الناس انه يفهم ما لا يفهمون ويعرف ما لا يعرفون وانه في مستوى معين. في انسان بيقرأ من اجل العقيدة، لكن الانسان اللي بيقرأ لمجرد القراءة ما يستفدش ولا في اللاهوتيات، صدقوني. على رأي احد الاباء بيقول: ماذا تستفيد لو عرفت كل المعلومات عن الثالوث القدوس والثالوث غير ثابت فيك وانت غير ثابت فيه؟ المعلومات لوحدها لا تنفع. لذلك هناك فرق بين عالم وعابد. العالم عنده معلومات كثيرة، والعابد بيقرأ لتغذية روحه. وأحسن حاجة في القراية هي قول السيد المسيح: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. اتفضل صدق.